المندوب الدائم للمغرب في الأمم المتحدة أرسل رسالة إلى الأمين العام المتحدة كي يوضح الموقف المغربي، كي يوضح الخلفيات التاريخية القانونية العملية والتعاقدية لهذا الموقف المغربي، ويحدد أنه المغرب إذا لم تقوم المتحدة بدورها في لجم هذا جبهة الانفصاليين عن أعمالها العدوانية فإن المغرب لن يتوانى في أن يقوم بكل ما يمكن أن يزيل هذا الاعتداء.